السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أين كنت أمس يا بجيب؟ كنت خارج مكة. أراك تسألني باهتمام، لماذا يا صخر؟ فاتك الكثير مما ألقاه رسول الله على مسامعنا. وماذا قال؟ تحدث عن الغفران والتوبة والرحمة والألفة والتآخي، وكيف أن الله رحمن رحيم. أي كلام هذا الذي يقوله النبي؟ أكثر ما يشدني تعلقا بدعوته الآيات القرآنية. لا أبالغ إن قلت إنني عاجز عن وصف ما أحس كلما رددها أمامنا. إذا كنت أنت بجير شقيق كعب وابن زهير بن أبي سلمى أفحل شعراء القبائل تقول هذا الكلام، فكيف إذن بعامة الناس؟ ماذا تقصد يا صخر؟ أقصد أنتم من أناس تميزوا بالفصاحة والبلاغة، ومع ذلك أحمد الله أن أنعم علي بالإسلام وما أسمعه من آيات منزلة من عند الله ليست من صنع البشر ولا شعرا ينظم كما يدعي الكفار والمشركون. فالآيات القرآنية التي تنساب من فم النبي تخاطب الكون كله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما يزيدنا ثقة وإصرارا
هو أن الدعوة بدأت تجد صداها في أرجاء مكة، ولكن الكثيرين يخشون من بطش قريش، ولذلك هم يرتدعون عن إعلان إسلامهم بين يدي النبي. إلا أخي كعب. لا تيأس من رحمة الله يا بجير. أخشى أن يتمادى بعدائه لدعوة الدين الحق يا صخر، فأنت لا تعرف مدى الخلاف الذي بيني وبينه، يقسو علي وينتقدني باستمرار، لا بل يهزأ أحيانا. وأنت كيف تعامله تجاه ما يبديه لك؟ كما أمر الله ورسوله، بالصبر وحسن الأخلاق. فالفرق كبير بيني وبينه. كعب يتصرف معي بعصبية الجاهلية، وأنا أتصرف معه بأخلاق الدين الجديد. لا تسمي عن بجير وأمثاله يا ابن جارح، فمعظم أنصار محمد من الفقراء والعبيد، سحرهم محمد بكلامه، يظنون أنهم سيتحولون إلى أسياد إنهم اتبعوه. أسفي عليك يا بجير. اسمع يا كعب، أنصح لك بعدم ترك نصح أخيك. أنتم شعراء وفصحاء قبيلة مضر التي لها شأن بين القبائل. وهذا ما يبعث الأسى داخل نفسي يا ابن جارح، فلبجير تأثيره على رجال القبيلة، وأخشى أن يحذو حذوه باتباع محمد. وأنت أيضا شاعر القبيلة وابن شاعرها الأول، لك تأثيرك عليهم ويحترمون رأيك. والسباق الآن بينك وبين بجير؟ لا يا ابن جارح، السباق ليس بيني وبين أخي بجير. بين من ومن إذن؟ بيني وبين دينهم الجديد. أهلا بجير، كيف حالك يا رجل؟ لم نعد نراك إلا بالأحلام. أنا هنا يا ابن جارح، وقريب من الناس، ولكن ربما يحلو للبعض ألا يران. ربما. يبدو أن دين محمد قد عرف طريقه إليك بسرعة، حتى بت لا تنقطع عنه أبدا. ما يطرحه الرسول يتناسب مع ما يسبو إليه كل طامح للحياة الكريمة. ليتك تسمعه وهو يتحدث عن الجنة وأهلها والنار وأهلها. ليتك تعرف صفات الله الواحد الأحد. لا تحكم على دعوة النبي وأنت قابع هنا يا كعب. أنصحك بالمجيء معي. ماذا؟ أنا كعب بن زهير، شاعر قبيلة مضر، أتخلى عما تربيت عليه وأتخلى عن دين آبائي وأجدادي؟ ألا تريد بوضع حد للسلب والنهب؟ ألا ترغب بحكم الله وتعمل معي على التخلص من الأخذ بالثأر ووأد بناتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً.
صدق الله العظيم. أفهم من هذا أنك أصبحت بجيرا المسلم ما حد أتبع محمد؟ تبا لكم واللاتي، أنا لن أبقى في هذه الدار للحظة واحدة. اهدى يا ابن جارح، أحترمك ولم أقصد يوما جرح شعورك، والله يشهد على ما أقول. لا تسمعني هذا الكلام، واللاتي لولا محبتي لأخيك كعب لقطعت رأسك بحد السيف، لأنك خرجت على دين أبائنا وأجدادنا وتنكرت لآلهتنا واتبعت أراذل القوم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه وأدعوه عز وجل أن يشرح قلوبكم ويهديكم لما فيه صلاحنا أجمعين. أسكته يا كعب، أسكته يا كعب، ألا تسمع ما يقول؟ سحرك محمد؟ رسول الله محمد ليس بساحر يا كعب. بل ساحر يسعى للسيطرة على كافة القبائل ويظن أنه سينجح. تبا له ولدعوته. واللات والعزى، ما أنقذك من قتلي لك إلا كرامة كعب. أخي كعب، لا تظلمني وتتصرف كابن جارح، فأنت شاعر ولك مكانتك، وما يصدر عن لسانك من شعر وفصاحة يردده بعدك الناس. ماذا تريد؟ ليتك تسمع الآيات المنزلة من عند الله وتقارنها بفصاحتنا وبلاغتنا، ستلمس الفرق الشاسع بين كلام البشر وكلام خالق السماوات والأرض. هل معنى هذا؟ هل معنى هذا أن نتخلى عن إرثنا الكبير يا بجير؟ هل تريدنا أن نهدم بأيدينا آلهتنا وقبائلنا ونلتحق بدين محمد بهذه السهولة وهذه البساطة؟ أتريدنا أن نتحول بين يوم وآخر من أسياد إلى عبيد؟ ما جاءت دعوة النبي محمد من أجل ذلك؟ من أجل ماذا إذن؟ جاءت لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، جاءت بتسليم أمورنا وحياتنا ومماتنا لله رب العالمين. إن نحن إلا فقراء أمام الله الغني الحميد. تبا لذلك اليوم الذي أرسلناك فيه إلى محمد. أرسلناك لاستطلاع دعوته وفهم ما يريد، فإذا بك تقع ضحية أقواله ودعوته. ظننتك ثابتا قويا، لكن سرعان ما نسيت أو تناسيت أننا ذو حسب ونسب كبيرين. أخي كعب، لا قيمة للإنسان إلا بما يعمل من خير أو شر، وليس خير الناس هم أكثرهم مالا وأعزهم نفرا، بل من أتى الله بقلب سليم وقال آمنت برب السماوات والأرض وما أنزل على النبي محمد. أشعر أن بيني وبينك شرخا كبيرا صعب الالتئام. سيأتي يوم وتتنكر لي فيه أنا كما تنكرت للقبيلة تماما. وكيف أفعل ذلك؟ والرسول أوصانا بأن أنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما. لست ظالما أو مظلوما لتنصرني.
اسمع يا بجير، اختر لنفسك الحياة التي تريد، فإما أن تبقى بجيرا أخي الذي أعرفه، وإما أن يسير كل منا في درب لا يرى الآخر فيه. وهل هذه كلمتك الأخيرة؟ أجل. الحلم من صفات المسلم، وعلي أن أتحلى به. ليس أمامي إلا لقد تمادى بجير، وعلى قبيلتنا أن تتحرك بعد الذي أسمعتكم إياه عن لسانه. لابد أن نضع حدا له. لم تقل لنا ماذا كان موقف أخيه كعب، وماذا بإمكانه أن يفعل. كعب شديد الغضب من أخيه، أخشى أن يؤثر عليه بجير فنخسر شاعر القبيلة ولسان حالنا. لا أعتقد أن كعبا يصدق ما يقول محمد فينجر وراء كلامه. إذن على كعب أن يتحرك. وماذا بإمكانه أن يفعل أكثر من محاولة إعادة أخيه إلى صوابه؟ أليس هو بشاعر؟ وما يقوله يعبر عنا جميعا. عجل، إذن على كعب أن ينظم قصيدة يعبر فيها عن خلافه مع أخيه، ثم يتوجه باللوم على من كانوا وراء خلافه مع بجير. وهل يحتاج كعب إلى من يدله إلى ذلك؟ ربما علينا لفت نظره إلى ذلك. وإذا انتشرت أبيات شعره وقوافيه عن موقف أخيه، ستجد الصدى الكامل. عندها أعتقد أن موقف بجير سيكون أضعف وأقل حجة. هذا ما ترونه؟ أجل. حسن، سأنقل هذا إلى كعب. ادعوه إلى لقائنا جميعا للبحث معه. يا ابن جارح، إذا طالت قضيته وبجيرا دون نجاحنا بإعادته، أخشى أن... اطمئن يا جابر، وليطمئن الجميع، فليس كعب بالذي يتخلى عنا أبدا. السلام عليكم بجير. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ كما تراني، بل ليس كما تعودت أن أراك. على وجهك عدم ارتياح. خيرا إن شاء الله. ما زلت أعاني من قضية أخي كعب ابن جارح وجابر وبعض أفراد القبيلة. يحرضون أخي ضدي ويحثونه على إعلان ذلك علنا. ولم أنت غاضب؟ ليفعل ما يحلو له. وكيف؟ كيف يا صخر؟ إن نظم قصيدة وهجاني بها، إنما يهجو ما أنعم الله علي من الإيمان. ربما ماذا يا بجير؟ أخشى أن يتطاول على ديننا وعلى رسولنا الكريم، فيكون بذلك أول من هج الدعوة بالعنف الذي يخبئه بداخله. ثم لا تنسى يا صخر الذين وراءه، فهم لن يتركوه أبدا إلا بعد أن يحققوا ما يصبون إليه. بجير يا أخي،
لماذا تستبق الأمور؟ كل إنسان يتحمل وزر ما يفعل. هذا صحيح، ولكن ألا يحق لي أن أحزن لموقف أخي بعدما قوي ديننا وازداد عدد المؤمنين وحقق رسول الله الصادق الأمين ما حققه من انتصارات على أهل الشرك والكفر؟ هذا لا يمنع من استمرار محاولاتك معه. أشعر أن لا شيء يجدي معه. هل تصدق يا أخي أنه يمتنع عن الكلام معي كلما حاولت الحديث معه حول دعوة الرسول؟ مجير، ما رأيك لو أحاول أنا معه؟ ما بك؟ لا شيء، ولكنني أخشى ألا تتحمل منه تسفيها. المؤمن يتحلى بالصبر والحلم، وعسى أن يوفقني الله إلى إقناعه. أرجو ذلك، وإن كنت على قناعة تامة من تمسك كعب بموقفه بشدة. دعني أحاول. كما تشاء. بل هو رأي القبيلة يا كعب، والاعتماد كله عليك في هذه المسألة. ألست شاعرنا الوحيد الذي يعبر لنا عما نريد قوله؟ أنا لا أنكر ذلك يا ابن جارح، ولكن لم يسبقني أحد من الشعراء على هجاء دين محمد أو حتى محمد نفسه. ليس هذا ما نريده يا كعب، إنما نريد موقفا نعبر فيه عن براءتنا من بجير وأعماله، ونثبت أن بجيرا لا يعبر إلا عن نفسه. ثق تماما أن بجير لن يسلم مني ومن شعري، وربما أذهب إلى الأبعد. باركتك الآلهة يا ابن زهير، هذا ما نريده تماما، وأتعهد لك باسم القبيلة بأن نحميك من كل شر. ولكن يا ابن جارح، أتباع محمد يزدادون قوة وعددا، ودعوته تلقى الترحيب يوما بعد يوم، وأنا أخشى أن أكون سبب خلاف ينشأ بين قبيلتنا وبين أتباع محمد. ماذا أسمع؟ أيعقل أن تضعف أمام بجير ومن معه أو حتى محمد نفسه؟ وإن الخطأ في أن أكون على حذر يا ابن جارح؟ فأوضاع العرب اليوم تغيرت وتبدلت بعد الذي أوجده محمد، وبعدما راح يفرض نفسه ودعوته في كل مكان. ظننا أنك سترث وليدك يا ابن زهير بن أبي سلمة، ولكن وأسفاه. علام الأسف، ولماذا يا ابن جارح؟ حالما وصلنا إليه يا كعب، أنا لا أصدق أنك لا تجرؤ على قول أبيات من الشعر تكون صوتا مدويا لنا ضد ما يجري اليوم على أيدي هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مؤمنين بالله. أنا لا أخشى أحدا يا ابن جارح. ثم لماذا تضعون أخي نصب أعينكم وتتجاهلون الرجال الذين يدخلون في دين محمد بكثرة؟ بشير ليس كبقية الرجال، وأنت لست من يضع نفسه بينهم. أنت لك مكانتك الرفيعة بين القبائل يا ابن زهير. لا بأس يا ابن جارح، سأبقى الشاعر الذي ما بخل يوما في الدفاع عن دين أبائه وأجداده. ثق تماما أن ما أورثني إياه أبي من بلاغة الشعر وإبداع الكلام لن يكون خارج رأيكم. ونحن سنحميك بكل ما نملك، ما تقدمه بيد سنرده إليك من خلال مئات الأيادي، وإلا إذا ابتلع الإسلام قبيلتنا انتهينا وانتهت سيادتنا. إلى أين يا صخر؟ إلى دار كعب بن زهير. أما زلت عند رأيك بالدخول بينه وبين أخيه بجير؟ أجل يا هند، أسأل الله أن يمكنك من إصلاح ذات البين بين أخوين.
ولكن ليتك تعمل بنصيحتي يا صخر. قولي يا هند، ما تعودنا إلا التشاور متزوجنا. لذلك أتمنى على زوجي أن يتريث بالذهاب. أتريث؟ وهل فعل الخير ودعوة كعب للدخول في الإسلام وإصلاح الأمر بين أخوين يحتاج للتريث؟ كعب صديقك مثل بجير تماما، وأنت أدرى الناس به وبكبريائه، يظن نفسه أحد سادة القبائل. ولا تنسى يا صخر أن قبيلة مدر تتمسك الآن بكعب أكثر من أي وقت مضى. ذلك لأنهم يخشون عليه من الدخول في دين الله فيفلت من أيديهم. لما لا تترك الأمور تأخذ مجراها؟ وكيف ذلك يا هند؟ إذا كان كعب ينوي الدخول بالإسلام فلابد أنه آت، وإذا بقي على عناده فلن تنجح أنت ولا أي شخص آخر بإقناعه. هند، رسالتنا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر وندعو إلى دين الله بالحسنى والكلمة الطيبة. وما تقوله أنت صحيح، يبقى أن أقول بأن كعب يعبر عن وجهة نظر سادته، وفيهم يكمن العداء الحقيقي للدعوة. فلنحاول يا هند، فإن لم نكسب كعبا للدخول في الإسلام نكسب الأجر والثواب من عند الله. يبدو أني لن أتمكن من نظم أشعاري. صخر، كيف حالك يا كعب؟ أما زلت تذكر أن لك صديقا يدعى كعبا؟ على كل حال ما زلت أفضل من أخي بجير الذي هاجرنا ولم يعد يرغب في رؤيتنا ورؤية ديارنا. لا تظلمه يا كعب، بجير حزين جدا لفراقك، وما من آية تنزل على قلب نبينا إلا ويتمنى لو كنت سامعها. دعه يتمنى، وتمنى أنت أيضا معه. أنا كعب بن زهير بن أبي سلمى، ابن أهل الفصاحة والبلاغة. بجير يتألم من أجلك لأنك أقرب الناس إليه، وهو يردد بأنه لن يتخلى عنك أبدا. أنا وحدي الذي يحمل همه، لقد ابتعد عني وتنكر لي. كعب، الحق في غير ما تقول. بجير يردد دائما قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. ألست أهله يا كعب؟ ألست ما تبقى له من قبيلته وعائلته؟ هو يريد لك أن تنجو من النار معه، ذلك هو الفوز المبين. اسمع يا صخر، كفاني ما سمعته من بجير، فإذا جئت إلى هنا لتسمعني الكلام الذي علمكم إياه محمد فلا تجهد نفسك ولا تكثر الكلام. لا داعي للغضب يا كعب، أنا أعهدك هادئا. أنت تعلم كم كنت أسعد بالجلوس إليك والاستماع إلى أحاديثك وأشعارك. تلك أيام ولت بعدما تنكرتم لأهلكم وإخوتكم وكل ماضيكم. لو كنت كما تقول لما جئتك اليوم. أنت تعلم يا كعب على ماذا افترقنا، وأنا جئتك اليوم لنلتقي على حب الله. كعب، الإسلام يجمع ولا يفرق. من الذي أرسلك إلي؟ بجير أم؟ لا، ليس الأمر هكذا يا أخي، إنما قصدتك لتكون لنا أخا في الإيمان، هذا ما نويته. احتفظ بنواياك لنفسك. كعب، لا بأس، قبل أن أتركك سأسدي إليك بنصيحة، هل لا تريد سماعها؟ إني أستمع. أنصحك بأن تعدل عن رأيك بما تنوي نظمه من أشعار بحق بجير أو بمن هو أبعد من بجير، فأنت إن فعلت
تكون قد وضعت نفسك في عداد أعداء دين الله. علمكم محمد كيف يكون الأخ عدوا لأخيه، فأحسنتم وكنتم خير من تعلم. أنا أعذرك يا كعب لأنك لم تفهم الرسالة بعد، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اسمع يا صقر، بلغ بجيرا أن رسالتي سوف تصل إليه قريبا، إليه وإلى كل من معه. تحقق ما قلته يا هند، واصطدمت بعناد كعب الذي لن يجلب عليه إلا الخسران. على كل حال لم يكن قصدك إلا مرضاة الله، أما كعب فقد زين له الشيطان أعماله. كان لابد من ذهابي إليه لأعرف حقيقة أمره. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حال أختنا هند؟ بخير والحمد لله، أهلا بك يا بوشير. هكذا تفعل بي يا صخر؟ وماذا فعلت يا أخي؟ أنا لم أذهب إليه إلا بعد مشاورتك. عما تقصد؟ أقصد ذهابي لأخيك كعب. إذن كنت هناك، ومجيئي إليك بداعي الاستفسار عن سبب إقفالك حانوتك. بجير، أعتقد أن كعب سيختار لنفسه صعوبات عليه تحمل نتائجها. لست وحدك يا بجير من يواجه أمرا كهذا. كم من المؤمنين افترقوا عن آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم من أجل الولاء لله ولرسوله، ومع ذلك لن نيأس يا هند، وننتظر العديد منهم لينضموا إلينا. ولعل كعب سيكون واحدا منهم. أحسنت وحق الآلهة يا كعب. هذا هو ما تريده قبيلتنا، وليعلم الحاضر الغائب أن ما قاله كعب بن زهير بن أبي سلمى من أبيات يعبر عن موقفنا جميعا. ونحن هنا نقول لك يا كعب، سنكون اليد التي تذود عنك والعين التي ترعاك، وندعوك لقول المزيد بحق بجير ومن معه. لن نضعف ولن نتراجع أمام محمد وأتباعه، ونطلب منك المزيد. أنا واثق أن أشعاري هذه ستكون بمثابة صفعة قوية لهم. اعلم يا ابن جارح وأنت يا جابر أني سوف أتريث لأرى كيف سيردون. لا تأبه لهم، الأشعار قد قيلت ولم يعد بإمكاني العودة إلى الوراء. كفى يا بجير، كفى يا أخي. يتحمل كعب وزر ما قال، أما أنت فلا دخل لك. أما رأيت يا صخر؟ أما رأيت رسول الله؟ كم غضب من كلام كعب مما حدا به أن يأمر بهدر دمه. هذه نهايتك يا كعب،
تهجو النبي وأخاك وكافة المؤمنين. هداك الله يا كعب. لابد وأن موقف رسول الله سيصل إليه، وعليه أن يتحمل نتائج ما قال. أنا خائف عليه من غضب الله ورسوله، وأتساءل منذ اللحظة الأولى لسماعي أبياته المشؤومة، لماذا هو بالذات؟ لماذا وضع نفسه في ذلك الموقف؟ لماذا؟ سأعود إليه يا بجير. وماذا ستحقق يا صخر من ذهابك إليه؟ كعب نطق بما يخبئ من كره وحقد، ولم يعد بإمكانه أن ينكر ما قال. سأحثه على المجيء إلى هنا. ربما يقتلونه يا صخر. كعب أصبح من أعداء الدعوة، والمؤمنون سيتسابقون لتنفيذ أوامر الرسول بهدر دمه، إلا إذا عاد تائبا معتذرا للرسول عما بدر منه. وهل يحصل هذا يا صخر؟ طبعا يا بجير، رسول الله كبير القلب، لابد وأنه سيعفو عنه ويرحب به إن تراجع عن عصبيته وجاهليته. المهم أن يتقدم هو ويبدي استعداده للتراجع. حاول معه يا صخر، لن نيأس. قل له إن الله فتح أبواب الرحمة ولن يغلقها في وجه الدائبين. إن دخل الإسلام له ما لنا وعليه ما علينا، كفاه كفرا وسجودا للأصنام. ادعوه يا صخر، ادعوه أن يتخلص من جاهليته، وأخبره أن قبيلته لن تغنيه عن فضل الله شيئا. وما المطلوب منا يا ابن جارح؟ تنفيذ ما وعدنا كعبا به، حمايته، لأن أتباع محمد باتوا يترصدونه. وهل تريد منا أن نضع له حراسا يرافقونه كيفما ذهب أم ماذا؟ أراك تراجعت عن وعودك يا جابر. هل نسيت أننا أبدينا كل استعداد لحمايته؟ ولولا ذلك لما أقدم على هجاء أخيه ومحمد. وهل طلب منك مفاتحتي بهذا الموضوع؟ لا يا جابر، لكنه يبدي تخوفا بين الحين والآخر، خفف كثيرا من تجواله وأصبح لا يرى إلا قليلا بين الناس. ليس أمامه سوى سلوك هذا الدرب، وإلا من الصعب حمايته على مدار الليل والنهار. لو علم كعب بما تقول فسيكون له موقف آخر، وأعتقد أنك تشاطرني الرأي إن قلت بأن كعب بن زهير ركن أساسي في حربنا ضد محمد ودعوته. وماذا علي أن أفعل أكثر من إرسال من يبقى معه من وقت إلى آخر؟ هذا لا يكفي ولا يعبر عن موقف القبيلة القوي معه. من يسمع كلامك يعتقد أننا تخلينا عنه. نحن معه ولن نبخل عن تنفيذ كل ما يطلب. أريد أن يلمس ذلك بنفسه، فالكلام لا يفيد أمام ما يتعرض له كعب من خطر. إذن تفضل يا ابن جارح وقل لنا أنت ماذا علينا أن نفعل تجاهه. حمايته بالفعل لا بالقول. وكيف؟ هذا السؤال يجيب عليه أعيان القبيلة وأسيادها. نجتمع ونخرج بنتيجة تضمن حياة كعب الذي دفعناه دفعا إلى الهاوية.
نحن لم نجبره على قول أشعار، لكننا شجعناه ووعدناه بالحماية وأعجبنا كثيرا بأشعاره الهجائية. اسمع، أنا سأنقل ما دار بيني وبينك إلى كعب بالتفصيل. ماذا تقول يا رجل؟ سيظن أنني تخليت عنه، وتظهر أنت أمامه بالحرص والمحبة. يجب أن يعرف الحقيقة، وإلا أخذ على حين غفلة. أنصار محمد يزدادون عددا وقوة، ويريد مني أن أكون العدو الظاهر له. فليتحمل كعب ما نطق به لسانه. أرفض الاعتذار وبكل إصرار. تتوهمون أن دمي سلعة للبيع والشراء؟ إذا هجوت هدر، وإذا اعتذرت حجم. أن ترفض دعوة رسول الله فهذا شأنك يا كعب، أما أن تتمدى بشعرك إلى هذا الحد فهذا ما لم نتوقعه منك. الشعر لا حدود أمامه ولا سدود، يحق لي ما لا يحق لغيري، وأنا كعب بن زهير، فافهم. رغم إهانتك لنا يا كعب، ما زال بجير يأمل منك خيرا. أنتم ومحمد لن تنالوا مني أبدا، وأنا على استعداد لنظم قصيدة أخرى أشد عنفا وهجاء. ألا تخشى العواقب يا كعب؟ إذا كان بجير قد تخلى عن نسبه، فأنا ما زلت ابن قبيلة مضر. القبيلة تحميني وتوفر لي الأمن والاطمئنان. ألست شاعرها ولسان حالها؟ ألست المدافع عنها في السراء والضراء؟ وها قد جاء الآن دورها في حمايتي. سيتخلون عنك، وستجد نفسك وحيدا في يوم من الأيام بلا ناصر ولا معين، وهذا لن ينفعك أبدا. أنت واهم. أنا واثق يا كعب. تخلى عن هذا الجدال. ثق تماما بأنها المحاولة الأخيرة معك، ولن ترى لي وجها بعدها إلا إذا غيرت أو بدلت. لا تبديل ولا تغيير. حسن، فليتحمل كل منا وزر أفعاله وأقواله لك. بهذه السهولة يهدأ دمي. لابد وأن أطلع القبيلة على تهديد محمد لي. يجب أن لا آخذ هذا الأمر بالإهمال. طالما أن بشيرا وصخرا تخليا عني، فكيف بالغريب الذي لا يعرفني وقد سمع شعري الذي أهجو به بشيرا ونبيه؟ ماذا كان رده يا صخر؟ ما زال على حاله يا بجير. بجير، لي رجاء عندك. تفضل يا صخر. لا تعد لموضوع أخيك لا من قريب ولا من بعيد، فأنت قد اخترت دربا بعيدا جدا عن دربه، ومن الطبيعي أن لا تلتقي معه على شيء. هذا قرارنا النهائي؟ بل هو نصيحة نهائية، وطالما أبدى رسول الله الكريم رأيه فيما قاله كعب فلا بد من أن نلتزم به جميعا. هذا صحيح، ولا رأي يعلو فوق رأيه.
ربما لم يعد يربطني بكعب نسب أو صلة. كعب أقدم على عمل لم يسبقه إليه أحد، ومع ذلك ما زلت أتمسك بالأمل يا صخر. فلا بد أن يأتي يوم وينضم كعب لقافلة المؤمنين، إنه أخي وأعرفه جيدا. الحمد لله، فقلب المؤمن يبقى مفتوحا للأمل. ما بك يا كعب؟ أبعد كل ما تسمعه من الآيات المنزلة على محمد تصر على عنادك؟ الأولى أن تكون أول من يفهم أبعادها ويتدبر معانيها. ألست ابن أهل الفصاحة والبلاغة وأمثالك يفهمون الكلمة وما تخبئ؟ لا بل يقدرون من قال الكلمة. البسطاء من العرب خاطبت كلمات محمد كل كيانهم، فكيف بك أنت؟ ولكن ما هذه الأوهام؟ أوهام؟ لا لا لا، لعله الخوف. لا لا لا، هذا ولا ذاك. ما اجتمع حول رجل واحد ما يجتمع اليوم حول محمد. آمن به الأغنياء والفقراء والشعراء، والذي يدهش أن آمن بدعوته من هم ليسوا عربا مثلنا، الرومي والحبشي والفارسي والبعيد قبل القريب. فعلا إن في ذلك ما يثير التساؤل، لذا يجب إزالة الغشاوة عن سمعي وبصري. هكذا إذن بدأ كعب يتخفى ولم يعد يراه إلا القليل من أفراد قبيلته. وقبيلته ستتخلى عنه يوما، ولا ندري ما تخبئه الأيام يا هند. وإلى متى سيبقى حذرا ولا يجرؤ على الظهور كالسابق؟ هذه نتيجة من يقدم على عمل دون تفكير. إنه الغرور يا هند، والعصبية التي أعمت أبصار المشركين والكفار. وبجير، ماذا يقول بعد الحالة التي وصل إليها كعب؟ وماذا عساه أن يقول؟ تارة يأمل بدخول أخيه كعب إلى الإسلام، وتارة لا يأبه له ويردد طالما نزل حكم الرسول به. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا جئت تفعل؟ جئت تقتلني أليس كذلك؟ ماذا تقول يا كعب؟ علمنا الإسلام احترام البيوت ومن فيها، علمنا ألا نقتل من كان آمنا مطمئنا، فالغدر ليس من شيم المؤمنين. ما
ماذا تريد يا بجير؟ أمرنا الله أن نصل أرحامنا، ومن قطعه يهتز إيمانه، ولا أحد أقرب منك إلي. رغم ما صدر عني، الله فتح باب الرحمة وباب التوبة والغفران، فهل يعقل أن نقفله نحن معشر البشر؟ يعز علي أن يبقى كعب بن زهير ابن أبي سلمى متخفيا. أنا لست متخفيا، فقط أميل إلى الوحدة. مللت الناس، وأنت تعرف أن الأوضاع تضغط بشكل كامل. الأفضل للمرء أن يبقى بعيدا عن كل ما يجري. وإلى متى؟ لن أقول إنها كلمتي الأخيرة لك، لأن الأمور كلها بيد الله، وما نحن إلا مخلوقات خاضعون لمشيئته. بيده حياتنا وأرزاقنا ومماتنا وكل شيء. فقط أدعوك يا كعب، أدعوك لتحكيم عقلك ولو مرة واحدة. فكل من يعرفك قطع أمله منك نهائيا، والكثير ممن قالوا إن قلب كعب لن يذوق حلاوة الإيمان، وبعضهم يصر على أن الشاعر الكبير كعب ختم الله على قلبه وسمعه وبصره. وأنت يا بجير، أنت ماذا تقول؟ أنا بحاجة إلى أخ حنون يفتح لي صدري، فكيف إذا كان هذا هو بجيرا؟ أصبح يميل للوحدة، تراه كثير التفكير قليل الكلام. لابد وأن الخوف والقلق سيطرا عليه تماما. لا أظن ذلك، حال كعب لا تدل على خوف أو قلق. وعلى ماذا تدل إذن؟ لا أعرف، كعب يتغير من يوم إلى يوم. الخوف يا ابن جارح يشل الحركة لدرجة أن الخائف لا يقوى على التفكير، كحال كعب تماما. حال كعب ليس كما تصف يا جابر. أنا أدرى الناس به، أن نسيت أنني أرافقه منذ الصغر؟ أوضح يا ابن جارح، لقد أدخلت إلى نفسي تساؤلات لم تخطر ببالي. وما هي تساؤلاتك؟ لعل رياح محمد ودعوته بدأت بالهبوب على دار شاعرنا. هذا ما أخشاه. ماذا تقول؟ وهذا الذي أتمنى ألا يكون، وأسعى جاهدا لأرى ذلك اليوم الذي يعود فيه كعب إلى سابق عهده. وسبب ذلك شعوره بتخلينا عنه كما تردد أنت دائما؟ ربما نعم وربما لا. أوضح يا ابن جارح، أوضح. دع ذلك للأيام، فهي الكفيلة بالرد على تساؤلاتك وتساؤلات كل من يعرفه.
لم أرك متفائلا كما تبدو اليوم يا بجير. شرفني الله بمشاركة الرسول في غزوتين، وكنا معه نرأف بمن قاتلنا ونعفو عن الكثير ممن أساءوا إلينا، فما بالك أمام كعب ابن أمي وأبي؟ بارك الله فيك يا بجير. ما نقلته لنا عن حال كعب يجعلني أعيد النظر تجاه موقفي أمامه، وربما أعود ثانية إليه. ليس الآن يا صخر، أرى أن نتركه قليلا مع نفسي، لأن ما وصفه بجير دليل خير. تركته وأنا واثق أنه لم يقع على فراقه لي، كان من عادته ألا يلتفت إلي، وكم من مرة قاطعني دون الرد علي بكلمة واحدة. أتدري ما علينا أن نفعل الآن يا بجير؟ ماذا يا صخر؟ آراؤك واقتراحاتك تريحني كثيرا. تستمر بمد يدك إليه طالما لمست منه بعضا من تجاوب، وعلينا أن ندخل الطمأنينة إلى قلبه بأن رسول الله سيعفو عنه حتما إذا جاء يعلن إسلامه بين يديه. فكرة ممتازة، هذا إذا أبدى كعب تجاوبا ومد يده بصدق لك. سنعمل بما أشرت به يا صخر، ولكن هناك نقطة مهمة أرجو أن تتحقق. وما هي؟ لابد أن يلمس بيده كذب جابر وابن جارح ونفاقهما. وما الذي حملك على الاعتقاد بأن القبيلة يمكن أن تتخلى عنه؟ أعرفهم يا أختاه، ولكنني واثق أنهم الآن لا يقدرون على حماية أنفسهم، ولكن لابد أن يأتي يوم ويدخل كعب إلى دين الله بكامل قناعته، لا هربا من هدر دمه أو لأي سبب آخر. أريده مثلنا تماما، يسبح الله الواحد الأحد. كان الأولى بك يا كعب أن تتوجه بشعرك إلى أخيك بوجير ودخوله في الإسلام فقط، لا أن تتعرض لشخص محمد. ماذا أسمع يا جابر؟ بالأمس كنتم ترفعون أيديكم تحية لما قلته بحق محمد ومن آمن معه، واليوم تلومونني على ذلك؟ الأمور تغيرت يا رجل، خرج الكثير من قبيلتنا ودخلوا في دين محمد، وكذلك حال سائر القبائل، فماذا عسانا أن نفعل أمام قوتهم التي باتت تهدد كل من يقف بوجههم؟ ولكن القبائل ما زالت تحمي شعراءها ولم تفرط بواحد منهم، ثم أنا لم أقدم على هجاء محمد ومن معه إلا بعد موافقتكم وتشجيعكم. ولكني لا أجد خطرا عليك كما تعتقد يا كعب، فحتى الآن لم يقم أحد من أتباع محمد بإذائك. وهل تنتظرون أن يأتي أحد ويغمد خنجره في صدري حتى تتأكدوا أن الأخطار تحيط بي من كل جانب؟ أعترف لك يا كعب بأننا جميعا تخلينا عنك، وقد أشرت بذلك لجابر وبقية الرجال، وأعترف لك أيضا بأن قبيلتنا لم يسبقها أحد إلى التخلي عن شعرها بهذه الطريقة. يا ابن جارح، إياك أن تنفرد برأيك وتصور نفسك وكأنك الحريص على كعب أكثر منا. لا أقول إلا ما تعرفه أنت ويعرفه كعب ويعرفه الجميع يا جابر. وهل بلغ بنا الجبن إلى درجة أن نتخلى عنه؟ أجل، كلكم تخافون وتنتظرون لمن تكون الغلبة، لمحمد أم لخصومه، ولا أبالغ إن قلت إنكم ستميلون مع من تكون له الغلبة. أسكت يا ابن جارح، لنبحث عن حل دون اللجوء إلى جدال لا ينفع، فنحن أمام موقف يوجب علينا التآزر والتعاضد. لا أرى إلا اقتراحا واحدا. ما هو يا جابر؟ أن يتحمل كل منا مسؤوليته.
هكذا إذن. وماذا عسانا أن نفعل وقد أصبحنا قلة؟ نستمر في حماية كعب ولو كلفنا ذلك حياتنا. هكذا نعلن موقفنا صراحة بأننا ضد دعوة محمد، وتتناسون أن رجالنا يتسابقون الانضمام إلى دعوته. خطأ الكبير أنني اعتمدت على أناس ليسوا أهلا للالتزام بمواقفهم. أنا الآن لا أرى رجالا أمامي أبدا. وماذا ترى يا كعب؟ أشباه الرجال. يا ابن جارح، أنت السبب في الذي حصل الآن، فلولا كلامك المنحاز إلى كعب لما خرج من دار غاضبا. كعب أخ لنا وابن بار من أبناء عشيرتنا له شأنه. يا ابن جارح، يجب أن تقدر الموقف الصعب، فالناس منقسمة على بعضها، والغليان يعلو فوق الجميع، ومحمد يقوى يوما بعد يوم. السلام عليكم. وعليك السلام صخر. جئتك قاصدا الشورى لعلي أجد عندك ما يساعدني. أسأل الله أن أوفق إلى ذلك يا أخي. أفكر بالذهاب إلى كعب بعدما وصلتني أخبار أنه ازداد انغلاقا على نفسه وانقطع نهائيا عن الاتصال بالقبيلة. وهل لدينا شيء جديد نقوله؟ لن أحدثه عن الماضي ولا عن أي موضوع آخر، فقط همي أن أشعره إن تخلى عنه الجميع فالإسلام لا يعرف ذلك أبدا، ويبقى عارضا له الفرصة تلو الفرصة حتى آخر يوم من حياة المرء. أنا أشجعك على ذلك يا أخي، دعه يفكر، دعه يصل بنفسه إلى الحقيقة، تعامل معه على أساس أن لا حلاوة أكثر من حلاوة الإيمان. وهذا ما سيكون يا صخر، توددي إليه من حين لآخر يفيدنا كثيرا، فهو الآن يصغي إلي أكثر مما يتكلم. بارك الله في صبرك وحلمك يا أخي. وهل لنا سبيل غيرهما أمام حالة كهذه؟ لم يعد همي إنقاذه من القتل بقدر ما أسعى ليكون عبدا من عباد الله الصالحين. الحلم من صفات المسلم، وعلي أن أتحلى به. ليس أمامي إلا الحلم. هذا ما قاله لي بجير. أما أنا ما كان مني إلا الإساءة، لقد هجوته وهجوت نبيه بقسوة. بجير يردد دائما قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. ألست أهله يا كعب؟ ألست ما تبقى له من قبيلته وعائلته؟
يريد لك أن تنجو من النار معه، ذلك هو الفوز المبين. يا لأخلاقك يا صخر، وأنت يا بجير، ولكن أنا أين منكما؟ إنه الإسلام الذي صبغكما بهذه الصبغة. رغم إهانتك لنا، ما زال بجير يأمل منك خيرا. بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول. يسعى الوشاة جنابيها وقولهم، إنك يا ابن أبي سلمى لمقتول. وقال كل خليل كنت آمله، لا ألهينك إني عنك مشغول. فقلت خلوا سبيلي لا أبا لكم، فكل ما قدر الرحمن مفعول. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته، يوما على آلة حدباء محمول. أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن، فيه مواعيظ وتفصيل. لا تأخذن بأقوال الوشاة ولم أذنب، وإن كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول. من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل. إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. Thank you.